طيب، بعض المخاوف شوية يمكن على السوشيال ميديا في خلال الساعات الأخيرة إن سفر أيمن أشرف، رغم إن إصابة أيمن أشرف بخشونة في الركبة، وأنت عارف كمان موضوع الخشونة في الركبة ده بيكون صعب شوية. رأيك إيه في الموضوع ده، إن تمسك الكابتن حسام البدري بسفر أيمن أشرف رغم وجود إصابة في الركبة لأيمن أشرف؟ يعني العتاب على كابتن حسام البدري في موقف زي ده يبقى زياده شويه، لانه كابتن حسام البدري كان مدير فني للنادي الاهلي قبل كده، ويعلم تماما مدى صعوبه الضغط المباريات اللي عند النادي الاهلي طول الوقت في كل سنه، وهو اشتغل مع النادي الاهلي فترات مش قليله، وبالتالي هو عارف ده. نقطه ثانيه، انه ما ينفعش برضو ان انا اقول لا ايمن يسافر معايا وانا عندي لعيبه اتقال انها مصابه انت حتى ما وقعتش كشف طبي عليهم. يعني في لعيبه كان المفروض هتستدعى للمنتخب، اتقال انهم مصابين، نتمنى لهم الشفاء طبعا، لكن انت المفروض كدورك انت لازم تجيبهم كجهاز فني منتخب، هتجيب اللعيب، هتوقع عليه الكشف الطبي، لعيب مصاب هتسيبه يرجع ناديه ويكمل برنامجه العلاجي. انا دلوقتي عندي ايمن اشرف مصاب، والموضوع ده بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمنتخب مصر كمان، لفايده منتخب مصر الفنيه، حساس جدا. ان انت عندك ايمن اشرف من العناصر الاساسيه ومن العناصر اللي انا عارف ان كابتن حسام البدري بيقدرهم جدا على المستوى الفني، وهو من اللعيبه اللي دايما كابتن حسام البدري بيشيل بيها وبيختارها وبتلعب اساسي. ما ينفعش ان انا اغامر بيه، ولا ينفع ان انا حتى اجهده في السفر. انا ليه اجهده في السفر وانا عارف انه ممكن ما يلعبش؟ يعني انت من رايك كمان ما كانش يسافر؟ لا يعني ما كانش يسافر، هو كان يعني الجهاز الطبي، يعني انا هنقل لك الصوره، الجهاز الطبي في المنتخب قال ايه، وان الكابتن حسام قال طبعا لو ايمن عنده اصابه اكيد مش هيشارك. الجهاز الطبي بيقول بيأهله لمباراه جزر القمر، ده اللي اتقال. ان طبعا انت زي ما انت بتقول، المشكله ان في بعض العناصر اللي كان ممكن يتم اختيارهم جالهم ما اعرفش خبر بقى من النادي، ولا كان في تواصل مع الدكتور ان هو مصاب وبالتالي ما راحش المنتخب. دي جزئيه لازم نتكلم فيها، ان لازم اللاعب يروح للمنتخب بيعمل عليه كشف طبي، دكتور منتخب يعمل عليه كشف طبي بيقول لا ده مش جاهز يرجع تاني النادي لحين طبعا استدعاء في الفتره اللي فاتت. ده ما تمش مع ايمن اشرف. ايمن اشرف دلوقتي عنده قرحه في الركبه، وانت عارف اصابه القرحه في الركبه بتحتاج لمعالجه خاصه جدا جدا، محتاج راحه كمان، راحه محتاج اجهاد. خلي بالك هي اصلا يعني دايما الدكتور يقول اللي عنده قرحه لازم تاخد فتره راحه. ايمن بالزبط. بيشارك بفترات متتاليه مع النادي الاهلي على جميع المسابقات، وبالتالي كان علامه استفهام سفر ايمن اشرف مع منتخب مصر. انا كنت اتمنى ان يتم الحفاظ على ايمن اشرف وما تبقاش في مغامره حتى بسفره. يعني كان حتى لو هيتم تجهيزه لمباراه جزر القمر كان ممكن يرجع يتمرن مع نادي، كان ممكن يكمل تدريب لوحده منفرد هنا، ما فيهاش مشكله. لكن ان انا اجهده في السفر، وبرده سفر ما زال في، يعني انا اتمنى ان كل اللعيبه تبقى في حاله جيده صحيا وبعيدا عن فيروس كورونا والكلام ده كله. لكن انا كنت شايف انه يعني زي ما انت ما وقعتش كشف طبي اصلا على بعض اللاعبين اللي اتقال انهم مصابين ومن انديه ثانيه، انت كان المفروض طالما وقعت الكشف الطبي على ايمن اشرف ومصاب باصابه سخيفه، يعني اصابه الركبه بالذات وبالذات خشونه في الركبه دي بتحتاج راحه وبتحتاج تعامل خاص وبتحتاج نوع من انواع الاهتمام الزياده شويه، فانا شايف انه ما كانش يسافر. ده اولا. ثانيا، العتاب على كابتن حسام البدري، انه كابتن حسام حضرتك كنت مدير فني النادي الاهلي قبل كده، حاليا موجود مدير فني لمنتخب مصر، حريصين طبعا على مصلحه المنتخب وكل شيء، مفيش شك. لكن في النهايه انا ما ينفعش اغامر بلعيب ان انا ممكن اخسره فتره اطول من كده. ومباراه اعتقد مش مصيريه، يعني خلاص، يعني انا باعتقادي كمان دي مش مباراه مصيريه. حتى لو مباراه مصيريه دايما اللعيب المصاب لازم الاولويه انه يريح. دي مباراه مش مصيريه، لكن تاني بنقول يعني انا من خلال يعني كمان اعرف الدكتور محمد ابو العلب بشكل كبير، تواجد معنا في الفترات اللي فاتت، كمان ما اعتقدش هيسمح بتواجد ايمن اشرف، لان الصوره بتتنقل اولا من الجهاز الطبي للكابتن حسام البدري طبعا رئيس الجهاز الفني، وبنقل له الصوره كامله، وما اعتقدش كمان كابتن حسام ممكن يجازف بايمن اشرف ويلعب المباراه. يعني ده بالتاكيد. لا انا ما اعتقدش ان هو هيلعب المباراه، لانه اصابات الركبه تحديدا ما فيهاش هزار يا كابتن هاني، ولا اي اصابه. انا شايف انه دايما لو في لعيب مصاب الاحسن انه ما يلعبش، حتى لو هو اتحمل على نفسه، لان ده غلط. احنا شفنا اللعيبه اتحملت على نفسها كتير الفترات اللي فاتت، ولما نزلت اتحملت على نفسها تعرضت لاصابات طويله. فاتمنى انه ده ما يحصلش مع ايمن اشرف، وان شاء الله منتخب مصر هيكسب، لكن ناخد بالنا من الحاجات دي، لانه ما ينفعش اخسر لعيب لفتره طويله.